بسم الله الجلدة الحنفية العظيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا داروين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم أجمعين. أما بعد، يتلون شيوخ الإسلام ويتنوعوا على فرايتي كبيرة جدا، وكل ده في سبيل إن هو يقول لك نفس الكلام ولكن بطريقة مختلفة، فهي نفس الأكذوبة، نفس الفكرة، نفس الأطروحة، ولكن بيطرحها بشكل مختلف فيظهر وكأن عندهم تجديد أو عندهم تنوع في الخطاب، ولكن في النهاية هو بيقول نفس الكلام، يعني نفس الفكرة بنناقشها، نفس الكتاب، يعني ما جابش كتاب جديد مثلا، هو نفس القرآن ونفس السنة ونفس الهرتلة، لكن بيعرضها بشكل مختلف، فبيحسسك إن في تنوع في الخطاب، وإن أنت بقى من حقك إن أنت تختار من تسمع له ما بين هؤلاء الشيوخ. فالموضوع بيتنوع ما بين الناس اللي هي في قاع الانحطاط او الطريقه المنحطه جدا في الخطاب الديني، زي عبد الحميد كشك ومن لف لفه، اللي هو طول الخطبه زعيق وصراخ وشتيمه وقله ادب، وهذه يعني الطريقه في الحوار اللي تبدو لي وكانها يعني احط طرق الحوار واحط طرق الخطاب وتخاطب احط طبقات المجتمع. والموضوع بيتدرج بقى ما بين عبد الحميد كشك لأنواع تانية من الشيوخ، اللي هو بيحاول يعمل تجديد للخطاب الديني، زي مثلا نوع مختلف عنهم زي الزغبي وحسان والناس دي، اللي هو ايه، ما هوش فظ قوي زي عبد الحميد كشك، ولكن برضو نفس الخزعبلات ونفس الخرافات بطريقة القرن السابع الميلادي. برضو الموضوع بيتنوع بعد كده اكتر في ان انت تلاقي بقى واحد برضو شيخ وبرضو بيتكلم بنفس الفكره ونفس الهرتله ونفس الخرافه ومفيش جديد، ولكن بيقدمها لك بشكل عصري، فتلاقيه مثلا مش لابس جلابيه، لا لابس بدله، مش مربي دقنه وعاملها زي مقشه في وشه، لا يعني حالق دقنه برضو مهندم وبتاع. بيتكلم بطريقه يعني اللي هو ايه، مش طول الوقت بقى حدث انا فلان عن علان، لا يعني حاول احسسك ان الموضوع ايه، ان الدين اقرب كثيرا الى عصرنا، وان هو ما هوش حاجه بتاعت عصره بس، ولكن يعني تنفع لجميع العصور، وان هو متناسق ومتناغم جدا مع العصر اللي احنا عايشين فيه. احد هؤلاء الدعاء او كهنه هذا النوع من الخطاب الديني اشهرهم الحاج عمرو خالد، وطبعا معاه عدنان ابراهيم ومن لف لفهم. يعني عدنان ابراهيم والحاج عمرو خالد بيخرجوا عليك بمظهر الانسان المتحضر العصري اللي يعرف النظريات الحديثه والعلم الحديث، واللي هو يعني متحضر جدا، ما بيتكلمش بنغمه القرن السابع الميلادي ابدا، وبالعكس بيقرب لك الدين جدا، وحسك ان الدين ده يعني جميل جدا وينفع يتاخد في اي عصر، وان هو يتناسب كثيرا جدا مع عصرنا، ويقدمه لك كده في غلاف، وهو ده النصب، يعني ان انت تجيب حاجه عفنه وتروح لففها بغلاف شكله حلو، وتحط عليه فيونكة كده وبتاع وكارت جميل، ويبقى شكله كانه هديه رائعه، لكن تفتحها تلاقي نفس العفانه اللي انت يعني ايه، يعني نفس الشيء العفن هو هو ما اتغيرش. الحاج عمرو خالد قام بالقاء اربع مقاطع السنه الماضيه اتكلم فيهم عن الالحاد، وصور لنا في اول مقطع ان هو سوف يدحض الالحاد دحضا، والعبد لله مسك الالحاد تناه، وبس كده يعني تسمع الاربع فيديوهات دول في العضل، فتحس ان انت ايه جميع الاسئله اللي كانت عندك اتجاوبت، وكده ايه تمام كده، وكل سنه وانت طيب، والف الف مبروك، وبتعالى كل يوم. فهنسمع مع بعض الدقائق من هذه المقاطع ونعلق عليها، ونشوف اذا كان فعلا هذه الكليمز او هذه الادعاءات التي ادعاها عمرو خالد في الرد على الالحاد، هل تصمد وهل هي فعلا عصرية كما يدعي، ولا هي نفس العفانة لكن ملفوفة في غلاف عصري. فدعونا نبدأ من أول فيديو، عشان هو حط فيه شوية كليمز كبيرة جدا أو ادعاءات كبيرة جدا، وهيحاول إن هو يدعمها في المقاطع التالية. فنستمع الأول لعمرو خالد. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم حلقه جديده. اتكلمنا في الاخلاق، اتكلمنا في القران، واتكلمنا في العمل، اتكلمنا في المفاهيم، النهارده هنبدا اربع حلقات بتتكلم في موضوع هام وخطير،
ما ينفعش نكون بنتكلم على التجديد من غير ما نتكلم في الموضوع ده، موضوع الالحاد. وموضوع الالحاد اللي انتشر وكل الناس حاسه بيه وبقى موجود في البيوت وبقى ظاهره بتهدد كتير من شبابنا، ونظرا لانه هو موجود على الانترنت فشباب ما لهمش علاقه بالمواضيع بيسمعوا كلام، فبتبدا شكوك، فبتبدا حاجات تتلخبط. فكان لابد اذا كنت بتتكلم على التجديد، اذا كنت بتتكلم عن المستقبل، اذا كنت بتتكلم عن المسافه بين الدين والحياه، انك تتكلم في الموضوع ده كان لازم نتكلم عن موضوع الالحاد. فطبعا زي ما انت سامع هو بيحسك ان هو بيعمل تجديد، وان المستقبل والحوار وتجديد في الخطاب الديني والحام الدين مع الفكر الحديث، فبيحسك ان هو يعني ايه هيعمل حاجه جديده ما حدش عملها قبل كده، اللي هو وسع بقى ايه فكره السحر. فكره السحر اللي انت هتشوف فيها حاجات ما شفتهاش قبل كده، وطبعا ايه العبد لله ماسك الالحاد تاني. اتفضل يا عم عمرو خالد كمل. الحقيقه طول ما احنا بنتكلم على موضوع الالحاد بنحس ان كل الاطراف بتكون عصبيه جدا، وبتكون شوف انا عليك صوتي كده، وبتكون حاميه جدا، وبتكون مستعده انها تدخل في معركه من اول لحظه. وهو الحقيقه الموضوع عايز يتاخد بموضوعيه. يعني ايه بموضوعيه؟ يعني بحق، يعني يحصل كلام، يعني نفكر. يعني الموضوعيه حاجه اساسيه لو هنبدا نتكلم في موضوع الالحاد. فانا لو بنتكلم ايه هو التجديد اللي المفروض يتعمل واحنا بنتعامل مع موضوع الالحاد، من اول كلمه الموضوعيه، اول تجديد نتكلم بموضوعيه. يعني ايه؟ خليني بقى ايه اكمل معاكم في الحلقه دي. الحلقه دي فيها نوعين من التجديد لازم نعمله كاستراتيجيه من حيث المبدا، الموضوعيه والاجابه على كل الاسئله. خلينا نبدا بالموضوعيه. يعني ايه الموضوعيه؟ يعني يا جماعه اول نقطه في الموضوعيه ان النظر للالحاد على انه حاجه حصلت فجاه وده معناه ان ستنهار الدنيا وينهار الدين. الالحاد ظاهره موجوده عبر التاريخ. امال هي الكتب السماويه كانت بتعالج ايه؟ ايه بقى؟ امال هو القران كان بيعالج ايه؟ كان بيعالجها كمان. امال هو لما جه في القران وعرض ارائهم وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. كان بيتكلم على مين القران؟ على الملحدين طبعا. واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا. القران عرض اراء هؤلاء اللي بيقولوا لا نؤمن بوجود الله. اذا هو نصب عليك اول نصبه وانت مش واخد بالك. قال لك ان القران كان بيعالج موضوع الالحاد. طيب يعني هل قدم علاج؟ هل قدم اجوبه للاسئله؟ لا، الايتين اللي قالهم في الاخر قال لك زادهم نفورا. وكل اللي عمله ان هو بس ايه يعني ظاهره موجوده او فكره موجوده هو بس سردها، ودي عاده القران. يعني اللي هو ايه يقول لك ده في ناس بيعملوا كذا، ده في ناس ما بيؤمنوش بالله، ده في ناس اهل الكتاب. طب يعني وبعدين ايه الرد على الكلام اللي هم بيقولوه؟ مفيش رد. طب يقول لك هو في الاول نصب عليك وقال لك ان القران كان بيعالج الموضوع. طب العلاج ده معناه ان انت الناس دي قالوا اسئله فانت رديت عليها، او قالوا طروحات فانت يعني اقنعتهم بالحجه وبالمنطق. ولكن كل اللي هو قاله دلوقتي ان هم زادهم نفورا، يعني ما قدملهمش اي حل. يعني هم كانوا بيعالجوا ازاي؟ خد بالك لان الناس دي بتنصب عليك وانت مش واخد بالك، انت بتبقى قاعد بتسمع ومش مركز قوي في الكلام اللي هم بيقولوه، لكن ركز معاهم في كل كلمه، لان هتلاقيه هو بيناقض نفسه 50 مره في الدقيقه طول ما هو واقف بيقول حاجه ويقول عكسها. وهتشوف دلوقتي معايا في المقطع ده ازاي هو قال حاجه وناقض نفسه تماما. يعني دلوقتي هو بدا قال لك ايه الالحاد مشكله قديمه الازل وكتب السماويه كانت بتعالجها والقران كان بيعالجها، وبعدين ما قالكش بيعالجها ازاي، يعني قال لك ده زادهم نفورا. ركز في النقطه دي وخليك معايا. اتفضل يا كابتن عمرو. اول نقطه في الموضوعيه مش ان احنا نرتجف ان ديننا هيروح. طبعا انا مش بقلل من الظاهره ولا خطورتها، بس هي ظاهره تاريخيه، هي ظاهره موجوده عبر الزمن. فلازم نكون من الموضوعيه ان احنا ما نفتكرش ان الالحاد خلاص انتصر على الايمان. لا، دي ظاهره موجوده عبر التاريخ. تاني نقطه موضوعيه لازم نبص لها بشكل كده في عقل وفي حكمه، ان لا يوجد حل حاسم نقضي بيه على الالحاد. يعني الناس بتبقى فاكره ان لما هنتكلم عن الالحاد خلاص هيتقال كلام
يقضي تماما عن الالحاد. لا يا جماعه دي مش موضوعيه. شوف لو في حل حاسم للقضاء التام على الالحاد نقلله طبعا صح ده المطلوب، لكن القضاء التام كان اولى بيها الانبياء. طبعا قال لك برضه الناس يعني نفس طريقه النصب، ان هو في الاول حسسك ان احنا هنتكلم بموضوعيه ونرد على الاسئله، فحسسك ان ايه خلاص يعني المشكله دي مشكله موجوده، لكن احنا يعني العبد لله مسك الالحاد تمام، فخلاص بقى يعني انت هقول لك انا هرد لك على كل الاسئله وما بقاش ليك حجه. لكن رجع بعد كده قال لك لا، بس ده مش معناه ان الناس ما تفتكرش يعني ان احنا هنمسك الموضوع نتكلم فيه فالموضوع هيقع، لا والا بقى كان الانبياء قدروا عليه. يعني برضو ايه جاي تاني نصبه بطريقه برضو مش باينه قوي في وسط الكلام، ان هو في الاول بيحمسك ويحسسك ان هو هيقدر يرد على كل الاسئله دي وينهي الحوار ويدحض الالحاد والملحدين، وبعد كده يرجع يقول لك لا بس مش قوي يعني، يعني ما تفتكرش ان انا لا مش قوي يعني، ها واخد بالك؟ كمل يا عم يا عمرو. ده سيدنا ابراهيم دخل في وهو مؤسس المنهج العلمي في التفكير، دخل في مواجهه دي بقى يعني اكتر حاجه مضحكه في الموضوع في الاربع فيديوهات، ان سيدهم ابراهيم هو مؤسس المنهج العلمي في التفكير. طب يا عم ازاي اسس سيدكم ابراهيم للمنهج العلمي في التفكير؟ يعني بالنسبه للفكر الاسلامي عن ابراهيم، طبعا هذه الشخصيه الحقيره اللي بنيت عليها الاديان الابراهيميه ومعتقدي الاديان الابراهيميه بنيت على فكره هذه الشخصيه الحقيره اللي اسمها ابراهيم. انا اعتقد ان هي شخصيه وهميه اصلا لم تحدث في التاريخ، ولكن الكتابات اللي كتبت عنها توضح لك مدى تفاهه هذه الشخصيه. فمؤسس العلمي في التفكير كان عايز يموت ابنه. ليه بقى؟ لان في واحد اله محدش شايفه قال له تعالى موت ابنك، فهو راح ماسك الواد وربطه وكان هيموته، سواء بقى كانت كمسلم هو اسماعيل بالنسبه لك او كمسيحي او يهودي فهو اسحاق، لكن الفكره في النهايه ان واحد الاله كلمه قال له يا عم روح موت ابنك، فهو كان رايح يموت ابنه. ده مؤسس العلمي في المؤسس التفكير العلمي التفكير العلمي يعني أو المنهج العلمي في التفكير. أين هو المنهج العلمي في التفكير؟ هل هناك منهجا علميا في إن أنت بتسمع أصوات بتاعت إله بتقول لك روح موت ابنك فتروح تموته، وهو ده المنهج العلمي في التفكير؟ هو ده التفكير العلمي؟ يعني في حوادث كتير سمعنا في الشهور الماضية إن واحدة ست عندها 5 أطفال خدتهم غرقتهم في حمام سباحة كلهم، وبعدين لما بتتحاكم بيقولوا لها ليه؟ قالت لهم الإله قال لي كده. يعني دي كانت رساله واضحه من الاله زي ما قال ابراهيم ياخدوا موت ابنه، فهي خدت العيال موتتهم. وقيس على ذلك بقى الكثير، يعني الناس دي في الاخر هم مساكين عندهم امراض نفسيه. والحقيقه ان ابراهيم ليس هو مؤسس المنهج العلمي في التفكير، ولكنه اول الحالات في التاريخ التي كتب عنها اللي كان بيعاني من مرض عقلي وتم تسجيله في التاريخ. يعني انت لو بصيت الموضوع من منهج علمي فعلا او من منظور علمي هتكتشف ان الانسان ده كان عنده هلاوس سمعيه وبصريه، كان عنده غالبا سكيزوفرينيا، ودي اول حاله في التاريخ مسجله عن السكيزوفرينيا، وبيسمع اصوات غريبه وبيعمل تصرفات غريبه. هذا الكائن يقول لك مؤسس المنهج العلمي في التفكير راح قال بيكسر اصنام الناس. يعني اين المنهج العلمي في التفكير في ان انت تعتدي على اديان الاخرين بحجه ان انت الهك هو الصح، ويروح يكسر اصنام الناس ويروح يكسر الهه الناس وبتاع؟ يعني انت مقتنع ان الكلام ده غلط خلاص هم حرين، يعني سيبهم في حالهم وانت في حالك. لكن طبعا هو كمؤسس للمنهج العلمي في التفكير راح كسر اصنام الناس واعتدى على اديان الناس، وبعدين يطلع النهارده المسلم الكيوت الجميل يقول لك ما تقولش سلام لو سمحت عشان الكلمه دي بتجرح مشاعري. بس كلمة صلعم دي بتجرح مشاعري، لما بتتكلم عن القرآن بشكل مش حلو أو بتتكلم عن محمد بشكل مش حلو أنا بتجرح مشاعري. طب سيدكم إبراهيم لما راح كسر آلية الناس ده ما بيجرحش مشاعرهم ولا ده إيه؟ يعني هو ده المنهج العلمي في التفكير؟ هذا هو النصب يا صديقي. نستمع إلى بقية نصب عمرو خالد. اتفضل يا عم عمرو. مع النمرود ومع قومه ومع عبدة الأصنام، وفي الآخر قال لهم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. في ناس امنت بيه، في ناس ما امنتش بيه. فالحلول الحاسمه اللي احنا بنتخيل ان هيجي كلام يقضي تماما دي مش موضوعيه ايضا. النقطه اللي بعد كده لو بتتكلم انك تكون موضوعي وانت بتتعامل مع الالحاد، ان انت بلاش الاحكام المسبقه الجاهزه. احكام مسبقه ايه بقى؟ زي ايه؟ زي الملحدين كل ما يتكلموا على المتدينين وتشوفهم على النت يقول لك المتدينين دول اغبياء. ايه الكلام الفاضي ده؟ والعكس كل كتير من المتدينين لما يتكلم عن الملحد
يقول مقصدون فجرة عايزين يرتكبوا الكبائر والذنوب الكبيرة فبيروحوا للإلحاد عشان كده. ما اقدرش اعمل يعني الاحكام الجاهزة في ناس مش واخد باله عمرو خالد ان هو ورط معاه هذا القرآن اللي هو بيعتنقه والاحاديث والسيرة النبوية، لان هذه الفكرة اصلها في القرآن وفي السيرة النبوية وفي الاحاديث، ان هذا الانسان الملحد او المنكر لوجود الله هو بيعمل كده عشان خاطر يفجر وعشان خاطر يعمل يرتكب الكبائر ومحدش يحاسبه، يعني هذه الفكرة اصلا في داخل الدين. فجاي النهارده عمرو خالد بينفيها وبيقول ايه بطريقة النصب والغلواشة، لا 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 ما تقولش كده ما تقولش كده. هو طبعا فعلا الحقيقه يعني ما تقدرش ان انت تعمم الكلام ده لحاجه، لكن المشكله ان انت قرانك متورط في هذا التعميم، رسولك متورط في هذا التعميم، التاريخ الاسلامي عموما متورط في هذا التعميم، وكانوا بيقولوا على الملاحده الزنادقه. يعني اقترنت كلمه الزندقه بالالحاد. ليه؟ حتى كلمه الالحاد نفسها هذه كلمه اسلاميه معناها ايه؟ ان هو الحد في الدين، يعني انحاز عن الطريق المستقيم، انحرف عن الطريق المستقيم، انحرف عن طريق الله المستقيم. فهو اساسا شتيمه، يعني كلمه الالحاد دي شتيمه، كلمه ان انت ملحد دي شتيمه. اللي عاملها الدين او الاسلام او الفكر الاسلامي دي شتيمه في الناس اللي هي مش معتنقه الههم او مش معتقده بوجود الههم او مش موافقه على فكره وجود الههم، مش مقتنعه بيها. فاللفظ نفسه اللي انت بتقوله ده لفظ شتيمه. دينك متورط فيه، تاريخك الاسلامي متورط فيه، وهو اللي اطلق الكلمه دي واطلق عليهم كلمه الزنادقه. وبعدين اتفرج على كميه الناس اللي انتوا بتتشدقوا بعلومهم دلوقتي زي ابو بكر الرازي وغيرهم اللي هم كانوا اساسا ملحدين وتم سحلهم وحرق كتبهم وفي واحد منهم يعني اكلوه من لحمه حي وشووه قدامه واكلوه وتم معاملتهم اسوأ معامله وتم طردهم من بلادهم وتم الاعتداء عليهم شخصيا والاعتداء على كتبهم وافكارهم وحرمت كتبهم وافكارهم بحجه ان هم ملاحده. فتاريخك الاسلامي هو اللي عمل كده وجايين النهارده تتشدقوا بيهم لك علماء المسلمين. بس يعني اللي انت بتقوله ده عكس اللي موجود في تاريخك، عكس اللي موجود في قرانك، عكس اللي موجود في احاديثك. فانت النهارده حاجه من الاثنين، يا اما اللي انت بتقوله ده صح واحاديثك وقرانك غلط، يا اما انت جاي بتنصب على الناس. تعالى كمل هرتله. في ناس وحشة بس ما تقدرش تقول ان كل اللي بيلحد بيلحد علشان عايز يعمل فجور. ده كلام مش موضوعي. امال ايه الكلام الموضوعي؟ في ناس بتعمل كده، في ناس ما بتعملش كده. زي اعرف شاب كان عنده اسئلة صعبة قوي وداخل على الالحاد، فراح لشيخ فبيقول لي الشيخ انا بفكر في الاسئلة الفلانية. فالشيخ قال له يا ابني اعمل اي حاجة تانية غير الالحاد، اشرب خمرة، اذني، بس المهم انك ما تلحدش. هو الشاب مش الشيخ فاكر ان المشكله مشكله انه منحرف اخلاقيا، لان الصوره ملحد يعني منحرف اخلاقيا، مش كله، لا ده مش موضوعيه. هو الشاب ما كانش عايز يشرب خمر، هو الشاب عنده اسئله، دي مش موضوعيه. شفتوا اقصد ايه بالموضوعيه؟ من الموضوعيه ايضا انك ان يجي الملحدين ويقولوا كل العلماء الكبار في العالم ملحدين، ده مش موضوعيه. لان انا ممكن ارد عليهم واقول لهم انا اعرف مش بقى استاذ الفلسفه في جامعه كامبريدج انطوني فلو، ده من مؤسسي علم الالحاد. خلي بالك من الكلام ده، لان الكلام ده بيعدي عليك زي ما قلت لك في اول المقطع. ركز معايا، لان هو بيقول لك الالحاد هو قدم الازل، وان هو الرسائل السماويه كانت بتعالج مشكله الالحاد، وان القران كان بيحاول يعالج المشكله، فمعناها ان الالحاد قديم. وبعدين نرجع اقول لك انتوني فلو مؤسس علم الالحاد. يعني هل قبل انتوني فلو ما كانش فيه الحاد؟ وبعدين ايه هو علم الالحاد؟ يعني ما سمعناش عليه، يعني ما فيش مثلا الحاد والحادولوجي مثلا. يعني في علم اسمه الميثولوجي، ده علم الايه الميث او الالهه يعني، او الثيولوجي اللي هو علم الالوهيات، لكن ما فيش علم اسمه ايثيستولوجي، ما فيش علم اسمه الحدولوجي. يعني فين علم الالحاد ده؟ هو بينصب عليك، بيرمي لك كلمات انت مش واخد بالك، لكن بيلعب في مخك من وانت مش واخد بالك. ان هو يقول لك ايه الالحاد قديم، لكن انتوني فلو مؤسس علم الالحاد. طب ايهما انت تقصد انهي؟ ولا انت بتنصب علينا وخلاص؟ هل الالحاد قديم ولا انتوني فلو هو اللي اسس علم الالحاد؟ واي ما هو علم الالحاد؟ ممكن عمرو خالد يجيب لنا كتاب في علم الالحاد؟ ممكن يقول لنا علم الالحاد ده بيتكون من ايه؟
ممكن يقول لنا علم الإلحاد ده نشأ فين؟ ممكن يقول لنا علم الإلحاد إيه تعريف علم الإلحاد؟ مفيش حاجة اسمها علم الإلحاد. يعني الإيثيزم هو بس فكرة إن أنا مش مقتنع بوجود الإله بس. يعني هو ما هوش علم بنفسه، ولكن هو مجرد النفي أو مجرد إن أنا مش مقتنع بالفكرة. عشان كده المصطلح الإنجليزي أو المصطلح اللاتيني أقرب كثيرا للواقع لتعريف الحالة من العربي، لأن العربي هي شتيمة كلمة إلحاد، إلحاد في الدين، لكن بالإنجليزي atheism. ف theist أو المؤمن بوجود الإله، أو theism اللي هو الإيمان بوجود إله، إيه اللي قبلها دي نفي، فعدم الإيمان بوجود إله بس. فيعني عدم إيماني بشيء ده مش علم. يعني مفيش مثلا علم إن أنا ما بلعبش كورة، علم عدم لعب الكورة، علم عدم النظر في الفضاء، علم عدم الأحياء، علم عدم الطب، مفيش علم اسمه كده، مفيش علم اسمه علم الإلحاد. بس هو نصبه خلاص يعني، تعالى كمل هبتال عم. تخيل إن أنطوني فلو بعد سنين طويلة بيتكلم على الإلحاد رجع للإيمان. يا سلام. لما ألف كتاب سماه رحلة عقل. شوف ازاي نفس النصبة اللي كان بيستعملها في العربية، كتاب لأنطوني فلو بيقول فيها أنا رجعت للإيمان. طبعا كذاب كبير جدا، لأن أنطوني فلو ما قالش أنا رجعت للإيمان، لأن أنطوني فلو أصلا كان مسيحي. لكن لما كتب الكتاب ده هو كان يعني هو أولا علم الفلسفة، وبعدين هو أنطوني فلو ده واضح إنه كان يعني عنده مشكلة. فكل اللي قاله في الآخر يعني عصارة هذا الكتاب ان هو حاسس ان في قوه عليا، لكن ما رجعش للايمان كما توارثه، ما رجعش للايمان في دين معين، ما رجعش بقى مسيحي او ما اشهرش اسلامه. لكن هم بيستعملوا النصب في الموضوع ده، قال لك رجع للايمان. طب اي ايمان؟ اي ايمان رجع له انتوني فلو؟ هل اشهر اسلامه؟ ما هو ده الايمان الصحيح. طب لو ما اشهرش اسلامه، امال انت بتستشهد بيه ليه؟ ما هو في الاخر برضه لو خليت الناس تمشي وراه يبقى برضه مش هيبقوا مسلمين. لكن هو بينصب عليك. لو ياخد كلمتين قالهم أنتوني فلو، ان هو حس في الاخر ان في يعني قد تكون هناك قوه عليا تتحكم في هذا الكون، وروح ملبسها لك وعامل لك حركتين الهوبا يلا، حركتين الايه فقره الساحر، فحسك ان أنتوني فلو ده اسلم. هل أنتوني فلو اسلم؟ لا. طب انت بتستشهد بيه ليه؟ ما هو مش مسلم. طب عايز الشباب يمشوا ورا أنتوني فلو بشيء جميل، خلي الشباب بتوعك يمشوا ورا أنتوني فلو، مش هيبقوا مسلمين برضه في الاخر. فالفكره ان أنتوني فلو لا تدعمك، لكن هي حركات النصب اللي هم متعودين عليها هو وفاضل سليمان. تعالى كمل هبتلع عم عمرو بيه. وبالتالي فمش من الموضوعية ان انت تقول لي ده العالم فلوس الحد. يا جماعة هو انت احنا هندلل على ربنا ده عالم فيزياء الحد ولا ما الحدش؟ طب اينشتاين قال ان لا يمكن العالم ده يكون متنظم بدون وجود اله. الموضوعية على فكرة يا جماعة أنا بتكلم عن الموضوعية، بس محدش يفهم من كلامي إن أنا يعني مش منحاز. لا أنا مش منحاز على فكرة، أنا منحاز بشدة للإيمان. شفت بقى يعني نسف كل اللي قاله في الأول. يعني هو دي النصب فعلا، هي دي طرق النصب، الناس دي محترفين نصب. هو في البداية دخل عليك دخلت إيه؟ لا بقى والحوار وبتاع والتفكير العلمي وعدم الانحياز والموضوعيه، وان انا ابقى موضوعي عشان اناقش فكره عشان مش عارف. تحس الراجل ده يا سلام ما شاء الله، يعني ربنا يكملك بعقلك يا شيخ. يعني بقى الكلام بقى جميل جدا، والراجل ده موضوعي وهيقول لنا الكلام اللي في الصميم. وبعدين يجي هو نفسه يقول لك انا منحاز للدين بشده. طب اذا كنت منحاز يا عم عمرو خالد ما تقدرش ان انت تناقش اي حاجه بموضوعيه. لان يعني يقول لك اصل الموضوعيه حاجه والانحياز حاجه ثانيه. ازاي يعني؟ يعني ان كون ان انا ابقى موضوعي ان انا اطرح جميع الافكار، ما بقاش منحاز لاي فكره فيهم، واناقشهم كلهم على حده، والفكره التي تظهر لي اكثر اقناعا هي الفكره اللي انا بعتنقها او بصدقها. هي دي الموضوعيه. لكن لو انت داخل من البدايه منحاز، ايه اللي هيحصل؟ انت هتبقى داخل منحاز، فهتدور على الحاجات اللي بتدعم فكرتك بس. فالنتيجه ان انت هتطلع بالمفهوم الاخير بعد ما تقعد تعمل نفسك دورت وتعمل نفسك بحثت، هتطلع بالنتيجه ان انت توصلت لان فكرتك اللي انت داخل منحاز ليها من الاول هي الصح، لانك لما دورت لان انت منحاز ليها دورت على الحاجات اللي بتدعمها هي بس. هو ده النصب، انت راجل نصاب بتنصب على الناس وبتحسس الناس في البدايه ان انت داخل تقول لهم حاجه علميه، وفي الاخر تطلع نصاب. يا عم عمرو بيه تعالى كمل هرتل. طبعا انا منحاز، بس مش معنى ان انا منحاز إن أنا مش موضوعي. شوف النظر الموضوعية جزء أساسي لو هنتعامل مع موضوع الإلحاد
تعالوا نكمل خلص جزء اساسي بس انا ايه خمسه معنيه هقول لك ان هو جزء اساسي بس هقول لك برضو ان انا منحاز يعني ما تفهمش ازاي يعني بس ايه قشطه ما فيش مشاكل بس صوت الكاف اي حتتين في بعض وخلاص يعني اول تجديد لو عايزين نتعامل مع ظاهره الالحاد الموضوعيه نتكلم العكس نتكلم كلام عادل انا عملت ايه انا عملت ضغط كده عباره عن تحليل ظاهره الالحاد تيجي نحللها عشان بس انا ما بقاش بنتكلم على كلام كده ما هو من الموضوعيه انك تبقى حد بتتكلم عن ايه فتعالوا كده نحلل الموضوع من حيث ايه من حيث نوعيه الملحدين نوعيه الملحدين اغلبهم فتيات نشطاء فاعلين موجودين على النت انا بتكلم بموضوعيه موجودين على النت يتميزوا بنشاط حركي عالي ويتميزوا بان كتير منهم اذكياء بس كمان بموضوعيه كتير منهم بسبب انه شايف نفسه ذكي بيتحول للغرور يا سلام ويبقى شايف الناس المتدينه دي ناس شبهيه وهو العاقل اللي بيفكر هو على فكره هو نشط هو ذكي انا موضوعي يا جماعه ما يعجبكم كلامي ولا ما يعجبكمش حلو ووحش انا بقول عشان نعرف نمسك الموضوع الموضوعيه جزء من التجهيد طيب تعالى نمسك نقطة ثانية في الملحدين من حيث ظهور الإلحاد. الجد بتاعه منين؟ الإلحاد ابتدى بفكرة الرفض. خلي بالك كلمة الإلحاد مرتبطة جدا بكلمة أنا رافض. ابتدت الأول برفض إيه؟ ابتدت الأول برفض الكنيسة في أوروبا. وبعدين يا عم أنت مش من الأول كنت بتقول إن إبراهيم كان بيواجه مشكلة الإلحاد يعني إزاي بدأت؟ هل ابتدت لما إبراهيم كان بيواجه المشكلة؟ ولا ابتدت لما القرآن كان بيواجه المشكلة؟ ولا ابتدت لما كان رفض الكنيسة في أوروبا؟ ولا ابتدت مع أنتوني فلو؟ هي بدأت منين؟ يعني فين الموضوعية في التفكير أو الموضوعية في الطرح؟ إذا كنت مش عارف تحدد يقول لك الجذور، طب فين يا عم الجذور؟ قال لك آه بدأت مع الكنيسة في أوروبا. طب وإبراهيم اللي أنت لسه قايل عليه من شوية ولا مؤسس علم الإلحاد أنتوني فلو؟ إيه أنهي واحد فيهم اللي ابتدت فيه؟ فين الجذور منين؟ هو مش عارف الجذور منين. تعالى كمل أرتل. اتنقلت مع المادية الصالحة لرفض كلمة الغيب ما تكلمنيش على الغيب كلمني باللي ماسكه في ايديا وبعدين تحولت لرفض الدين وبعدين تحولت لرفض الله الالحاد في جدره في صراع يا سلام خلي بالكم دي نقطة خطيرة ليه؟ لان الملحدين بيقولوا احنا سبب من اسباب الالحاد ان الدين هو سبب الصراع في الارض طب انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اواجه الدين ايه ده؟ ده انت عايز تحل مشكله الصراع بصراع انت صراعي انت كمان يعني انت متناقض مع نفسك انت بتقول انا عايز اخلص الارض من الصراع فهتعمل ايه هتدخل في صراع مع الدين يا سلام انت صراعي يا سلام يعني انت بتتخلص من الصراع بصراع فجذور الالحاد فيها الصراع طبعا يعني نصب يعني نصب كبير overwhelming يعني خليك ايه بتحس ان انت اتشليت يعني مش عارف ترد على النصب ده ازاي يعني بتلاقي كلمات توصف بيها كميه النصب يقول لك الصراع والملحد في داخله صراع هل الصراع مثلا حاجه سيئه يعني صراع الافكار حاجه وصراع الحضارات حاجه والصراع اللي بيعمله في الدين حاجه تاني بس هو ايه النصب ازاي ينصب عليك يحسسك ان الاثنين زي بعض يعني الدين عامل صراع والالحاد عامل صراع فخلاص انت صراع ده صراع وده صراع قشطه يعني لا تعالى يا عم عمر خالد الصراع اللي عامله الدين مش صراع افكار الصراع اللي عامله الدين صراع دم الاديان قتلت الكثير من البشر فقد الكثير من البشر حياتهم وسالت دمائهم بسبب الدين هل تعتقد في الهي لا بوم هو ده الصراع اللي عامله الدين الصراع اللي عامله الدين انه كان بيقتل الكثير والكثير دينكم الاسلامي الصراع اللي عمله انهى امبراطوريات وقتل ناس كتير وغزا بلاد واستولى على ثروات بلاد وسرق ناس كتير وفرض الجزيه على ناس ده صراع دموي ده صراع قذر ده صراع بينهي حياه ناس ده صراع بيأثر على حياه ناس لكن الصراع الفكري ايه المشكله فيه؟ هل عايز تساوي الصراع الفكري؟ ان انا بقول فكره ضد فكره ثانيه بان انا بنزل اقتل واحد عشان مش موافق على الهي؟ اي نوع من النصب هذا؟ نصب هذا نصب انسان نصاب بس فبيحسسك ان الاثنين زي بعض قشطه يعني مفيش مشاكل انت مش عاجبك الصراع بتاع الدين طب ما انت عندك صراع يلا ايه بصره يا صديقي لو كنت عايز تتكلم بموضوعيه ما تسمعش لهذا الانسان لان هذا الانسان طول كل كلامه هو مناقض لبعضه هو غير موضوعي هو قال عن نفسه ان هو منحاز كلامه كله عباره عن نصب تاليف
تلبيس، تشويه للحقائق، شغل بس ايه، شغل الحاوي بس. هو ده كل الفكره، ان هو بيعمل شغل الحاوي، شغل فقره الساحر، فيبهرك من الاول ويحسسك ان هو هيقول كلام مفيد او كلام علمي، ولكن في النهايه بتلاقي ان الكلام اللي قاله هو كلام تافه، كلام حقير، كلام كله تلويث، كله تشويه للحقائق، كله نصب. وتطلع من الاخر، في الاخر بعد ما سمعت الفيديو كله، بعد ما تسمع الكلام كله، تلاقي الراجل ده ما اضافش اي حاجه، وبيستعمل نفس نظريات القرن السابع للعصر الحديث، ومطلعتش بأي حاجة يعني في الآخر، غير إن هو نصب عليك بس. وإلى أن نلتقي في مقطع آخر، شكرا.